خبراء دائرة الأعمال على راديو الشرق مع بلومبرغ. الأسواق الأوروبية تسجل بعض الارتفاعات، الذهب ب 14% من الارتفاعات 1972 دولار للأونصة في جلسة اليوم. مؤشر الدولار يسجل تراجعات ب 14 نقطة مئوية. اليورو مقابل الدولار ارتفاع ب 14% عند 1.9، الباوند مقابل الدولار ارتفاع ب 16%، دولار مقابل ين على ارتفاع عند مستويات 146. للحديث حول ما يدور في الأسواق المالية العالمية ينضم معي من عمان أحمد عزام، محلل أول أسواق مالية في إكويتي جروب. أهلا ومرحبا بك، وأشكرك على وجودك معنا في دائرة الأعمال. مساء الخير لينا، شكرا للاستضافة. بداية سألت رفع أسعار الفائدة، هل برأيك يعني مطروحة ما زالت رفع أسعار الفائدة من قبل الفدرالي الأمريكي بالرغم من كل البيانات الاقتصادية التي ظهرت أمس بأقل من التوقعات، وأيضا اليوم البيانات التي سمعناها عن وظائف القطاع الخاص، وأيضا نترقب بيانات مهمة الإنفاق الشخصي وبيانات الوظائف الأمريكية الغير زراعية؟ إلى أي مدى هي بتعطي إشارات حول توجهات الفدرالي الأمريكي، وهل بات رفع أسعار الفائدة مطروحا على طاولة النقاش؟ نعم لنا، على ما أعتقد لا يزال رفع سعر فائدة على طاولة الفدرالي الأمريكي. عندما ننظر إلى الأرقام الاقتصادية كتكتل البيانات الاقتصادية، نظرا لأنه رئيس الفدرالي الأمريكي جيروم باول ذكر بأن التحرك القادم لعمليات رفع أسعار الفائدة سوف يكون معتمد تماما على البيانات الاقتصادية. بالتالي البيانات الاقتصادية تنقسم إلى جزئين، جزء ما يخص النمو وجزء ما يخص الضغوط التضخمية والتضخم نفسه. أرقام النمو بطريقة أو بأخرى تسجل ارتفاعات الجي دي بي على سبيل المثال، الناتج المحلي الإجمالي يعتبر جيد، فبالتالي تعتبر أرقام نوعا ما جيدة بالنسبة للنمو، لكنها ضاغطة بطريقة غير مباشرة لنا على أرقام التضخم، لأنه في حال ارتفاع النمو أرقام التضخم تسجل ارتفاعات، فبالتالي واحدة من الأرقام المثيرة للجدل هي أرقام النمو من ناحية. من ناحية ثانية لما نجي نطلع على الأرقام الاقتصادية الموجودة، ثقة المستهلك سجل انخفاضات، أرقام أخرى زي ما تحدثت أرقام الوظائف الخاصة من ADP سجلت انخفاضات، متوقع أن يسجل أرقام الوظائف الغير زراعية انخفاضات تحت 200,000، فهي أرقام تسجل بأنه بيانات الوظائف تسجل بعض البرود بالنسبة للوظائف القطاع الوظائف. أرقام أخرى الضغوط التضخمية من جهة أخرى لا تزال لينا تسجل ارتفاعات، التضخم من جهة، التضخم الأساسي من جهة أخرى لا تزال أرقام مرتفعة بعض الشيء من ناحية. الضغوط التضخمية مثل الأجور يوم الجمعة قد تأتي بنسبة 4.4%، رقم يعتبر مرتفع، فبالتالي الضغوط التضخمية لا تزال موجودة في اقتصاد الولايات المتحدة الأمريكية. رقم مؤشر الإنفاق الاستهلاك الشخصي، على ما أعتقد جيروم باول في ندوة جاكسون هول قد سرب بعض الأرقام، أرقام قد تسجل ارتفاعات طفيفة 3.3% و4.4% و4.3% بالنسبة للرقمين الرئيسي والأساسي على التوالي. هاي الأرقام رح تنعكس على إنها ضغوط تضخمية، فبالتالي أرقام التضخم في الفترة القادمة لا تزال ممكن أن تسجل ارتفاعاتنا. طيب نفسيا حتى مع نبرة جيروم باول، على ما أعتقد إمكانية رفع أسعار الفائدة بحديثه لا يزال وارد، فبالتالي رفعة فائدة موجودة لنا إن لم تكن في شهر 9 فهي في شهر 11. طيب دعنا نتحدث عن الدولار الأمريكي، يعني يظهر أنه إذا نظرنا أيضا إلى عوائد سندات الخزانة الأمريكية متراجعة دون 5%، ويظهر أنه الدولار الأمريكي عم يتبع حركة عوائد السندات الخزانة الأمريكية، وهناك كان تقرير من بنك أوف أمريكا أنه قوة الدولار كونه ملاذ آمن ووضع الاقتصاد الصيني، وبالتالي استمرار المكاسب مرتبط بالاقتصاد الصيني أكثر من السياسات النقدية. يعني تعليقك على الدولار الآن، هل هو مرتبط بما يحصل بعوائد سندات الخزانة الأمريكية وشهية أخذ المخاطر والتوجه إلى سوق الأسهم برأيك، لهذا السبب بنشوف التراجعات الآن على الدولار؟
نعم لينا، هي عوائد السندات حساسة جدا بالتأكيد لتسعير إمكانية رفع أسعار الفائدة. يعني مع أرقام الاقتصادية الأخيرة شفنا تراجعات عوائد السندات نظرا لتسعير إمكانية عدم رفع سعر الفائدة في شهر 9، احتمالية 10%، فبالتالي انعكست فورا على عوائد السندات. عوائد السندات لمدة عامين وصلت إلى 5% في الفترة الماضية، كانت أرقام تعتبر مرتفعة جدا. يعني لا تزال الأسواق تساعد إمكانية رفع أسعار فائدة، لكن مع كل رقم على حدة لينا عم نشوف التحركات، ما أسميه الفترة الحالية هي تداولات اللحظة، تداولات قراءة الخبر نفسه وانعكاسه على سعر الفائدة. نعم بكل تأكيد الاقتصاد الصيني مرتبط تماما بالاقتصاد الأمريكي، قد يكون ضعف الاقتصاد الصيني في الفترة الحالية بيعطي شهية المخاطرة أو شهية شراء الدولار الأمريكي في بعض الأحوال، لكن النظرة الأكبر بالنسبة للاقتصاديين حاليا هي تسعير الفائدة. فلذلك على ما أعتقد لينا ممكن الشهر الحالي انتهى، شهر 9 قد نمر بتداولات عرضية في الفترة القادمة على ما أعتقد لاجتماع الفيدرالي الأمريكي. نعم المؤشرات الأمريكية سجلت ارتفاعات، قد تكون التخارج من أسواق السندات خاصة في اليومين مع البيانات الاقتصادية والتوجه لأسواق السندات ممكن نسميه شهية المخاطرة قد سجلت بعض نعم. طيب ماذا عن اليورو مقابل الدولار؟ نتحدث عن 1.9، رأيك بخاصة بعض بيانات التضخم التي أظهرت تباطؤ، برأيك بالنسبة لليورو مقابل الدولار توقعاتك، هل تتوقع مزيد من التجديد من قبل البنك المركزي الأوروبي؟ والدولار مقابل الين بصورة سريعة، الارتفاعات اللي عم نشوفها، هل سيكون هناك تدخل من قبل اليابان المركزي أو تغير في سياسته النقدية التسييرية؟ نعم الجزئين بشكل سريع، يعني أنا أعتقد الاتحاد الأوروبي قد سيسجل عمليات رفع أسعار فائدة، ممكن مرتين متتاليتين لرفع أسعار الفائدة، لا يزال التضخم مرتفع وبعيد كل البعد عن مستهدفات الاتحاد الأوروبي أو بنك أوروبا، فبالتالي عمليات رفع أسعار الفائدة واردة جدا. بالنسبة إلى اليابان على ما أعتقد القصة قد تطول بعض الشيء، منحنى عوائد السندات وتغيير، وقد يتجه بنك اليابان في الاجتماعات القادمة لتعديل أيضا منحنى عوائد السندات في الفترة القادمة. 1% هي الحد الحالي، على ما أعتقد قد يتجهون إلى رفعه بشكل أكبر لمحاولة إيجاد زخم أكبر على الين الياباني بشراء السندات لنا. فعلى ما أعتقد بالنسبة للين الياباني التدخل قد يكون تدخل بالنسبة لتغيير منحنى عوائد السندات، ثم تدخل شفهي إذا وصل من مستويات 150 قد يكون هناك تدخل بشكل أكبر مع الفيدرالي الأمريكي على ما أعتقد. والتاريخ يذكر هنا لينا أن رفع أسعار الفائدة لا يكون الوقت يحكمنا. أحمد عزام محلل أول للأسواق المالية في إكويتي جروب، شكرا جزيلا لك. نهاية دائرة الأعمال، إلى اللقاء.